نتكلم بتفاصيل اكتر مع دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد. وصباح الخير على حضرتك يا دكتور فرج. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني دكتور فرج خلينا لو تحدثنا اولا عن اهميه صناعه السيارات داخل دول القاره الافريقيه وتاثيرها اقتصاديا، هنقول ايه في نقاط؟ بكل تاكيد احنا عندنا السوق الافريقي بيتسع لاكثر من مليار مستهلك، سوق واعد جدا رغم الامكانات الضخمه، الا انه بيساهم في حجم انتاج السيارات على مستوى العالم بقيم متدنيه جدا، يعني بنتكلم في حدود 3 او 4% على مستوى العالم. اذا احنا امام فرصه واعده للقطاع الصناعي وبالتحديد قطاع السيارات، صناعه السيارات على مستوى القاره، خصوصا انه بالفعل يعني جنوب افريقيا والمغرب ومصر يعتبروا هم دول الثلاث دول اللي فيهم صناعه للسيارات، ممكن نقول ان هي هتربو وهتصل لمرتبه عالميه في غضون سنوات قليله. وجنوب افريقيا دلوقتي هي ومصر من الدول الموجوده في تجمع بريكس. بكل تاكيد بالظبط زي ما حضرتك تفضلت، احنا بنتكلم على تجمع بريكس بيدي فرص اكتر للدول الاعضاء، بنتكلم على بريكس بلس دلوقتي، بنتكلم انه مصر و الامارات والامارات والسعوديه في فرصه قويه جدا لانشاء خطوط انتاج حديثه متطوره، بنتكلم على انتاج اجيال مختلفه تماما عن الاجيال التقليديه بتعتمد بشكل اساسي على الطاقه النظيفه والمتجدده، ويمكن ده الميزه النسبيه اللي ممكن تفوز بها مصر من صناعه السيارات. ليه؟ لانه احنا عندنا خطوط انتاج السيارات على مستوى العالم بيكون عمرها طويل، يعني بيوصل ل 30 سنه و 40 سنه بيبقى موجود وبيتطور خط الانتاج، ولكن في حال دخول دوله ما خصوصا زي مصر لانتاج السيارات، احنا النهارده بنتكلم في 2023، وبالتالي لما يكون هننشئ مصنع هناخد في اعتبارنا المعايير الصناعة اللي ممكن توصل لحد 2050، وهيدينا فرصة أكتر ل يعني التصدير وفتح خطوط إنتاج لتلبية متطلبات مش بس القارة ولكن ممكن نصدر بشكل جيد، وخصوصا مصر لها باع كبير في صادرات السيارات بالمناسبة. بالفعل. يعني احنا بنصدر اللي هي الحافلات النقل الركاب الكبيرة لإنجلترا وعدد من العواصم الأوروبية على مستوى عالي جدا من الصناعة. ده برضو يخلينا أسأل حضرتك في فكرة آلية تفعيل استفادة مصر على أرض الواقع اقتصاديا من انضمامها لتجمع البريكس في هذا القطاع الحيوي وقطاع تصنيع السيارات. بكل تأكيد احنا يعني المكاسب اللي هتحصل عليها مصر بكل تأكيد هيكون في الملف التجاري بالدرجة الأولى في القريب العاجل، يعني بمجرد 1/24 ودخول مصر رسميا هيكون في فرصة جيدة جدا للتصدير والاستيراد من دول الأعضاء من بريكس بلس بالعملات المحلية، فيخفف الضغوط عن المضاربات اللي ممكن تحصل على الدولار على مستوى الدول الأعضاء، هيدي فرصة أكتر لتسوية المعاملات التجارية خارج الدولار، هيدي فرصة أكتر لزيادة المعدلات التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء، هيدي فرصة أكتر لإيجاد فرص تمويلية حقيقية لمثل هذه المشروعات، خصوصا أنه بنتكلم بعد جائحة كورونا وعملية الإغلاق اللي شهدها عدد كبير من الاقتصادات في العالم، الشركات العاملة في سوق السيارات وفي الصناعة بشكل كبير أعادت صياغة مصانعها تاني بحيث انه ما تتاثرش باي ازمه ممكن تحصل في اي نقطه في العالم. بالفعل. وبالتالي احنا بنتكلم على حجم اقتصاد زي الصين وهو القائد لمجموعه بريكس، هنلاقي انه اعاد توزيع الاله الانتاجيه بتاعته في العالم كله، وبالتالي من المنتظر انه يكون في تدفق رؤوس اموال من بريكس بلس للجانب المصري خلال الفتره اللي جايه، هيكون موجود في القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص يعني. بالتأكيد في السياق ده قبل ما أختم مع حضرتك، كان رئيس الوزراء أصدر القانون رقم أو يعني تم صدور القانون رقم 162 لعام 2022 في أكتوبر الماضي اللي بينص على تشكيل كيانين رئيسيين للحفاظ على السياسات المتماسكة والمتسقة والديناميكية لقطاع السيارات، وكمان الكيان الثاني هو صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة اللي تم إنشاءه بموجب نفس القانون لضمان تدفق مستمر للأموال لدعم برامج تصنيع سيارات صديقة البيئة
البيئة، فهيتم التفعيل ده بشكل أكبر على أرض الواقع طبعا مشاهدينا مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس. دكتور فرج، قبل ما أختم مع حضرتك، سؤالي الأخير كمواطن مصري ورجل متخصص في الاقتصاد، فور الإعلان عن دعوة مصر وانضمامها بداية من يناير 2024 لتجمع البريكس، إيه اللي جه في ذهن حضرتك؟ بكل تأكيد هنلاقي أنه في ثلاثة في عمليات الإمداد، سلاسل الإمداد والتجارة بشكل مباشر هنحس بفرق في معدلات التدفق التجاري ما بين الدول الأعضاء، يكون في فرصة أكتر لتعزيز التعاون التجاري. فبنتكلم برضو على الصين وبنتكلم على جنوب أفريقيا والهند وروسيا طبعا، يعني بنتكلم على ملف قوي جدا، خصوصا أن الطرح المصري في التعامل مع أزمتي الغذاء والمناخ كان أكثر من رائع الحقيقة. يعني احنا بنتكلم منتظرين أن مصر تتحول إلى مركز دولي لتجارة الحبوب، يعني عشان نجنب العالم من أي أزمة ممكن تحصل نتيجة لأي ظرف استثنائي ممكن يمر به العالم، وبالتالي ده هيدي فرصة أكثر لاستقرار الأسعار ويدي فرصة أكثر لتعزيز تبادلنا التجاري مع هذه الدول. بالتأكيد. دكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد، بشكرك على وجود حضرتك معنا معلقا على انضمام مصر لتجمع البريكس.